السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم طلاب الأعزاء. كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم، عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض موديل تيست 5، النموذج الخامس من أسئلة المراجعة والاختبارات للصف الثالث الإعدادي من كراسة المعاصر A week is enough. تمام، عندي كده أول سؤال. طبعا نمط الأسئلة واحد زي ما أنتم شايفين، اللي هو أول سؤال دايلوج، تاني سؤال complete the missing words، السؤال الثالث passage، الرابع طبعا الفوكاب الاختيارات، والخامس اللي هو تصحح الكلمة اللي بين الأقواس، والسادس الباراجراف. تمام، طب عندنا كده أول سؤال بيقول إيه؟ finish the following dialogue، a tourist is buying a ticket at a railway station، سائح بيشتري تذكرة في محطة القطار. Assistant and tourist. Good afternoon. What can I do for you? مساء الخير. ايه اللي ممكن اعمله او اقدمه لك؟ قال له Good evening. Good afternoon. احنا قلنا هو عايز ايه؟ يشتري. I want to buy a ticket. عايز يشتري تذكرة. I want to buy a ticket. I want to buy a ticket. A return ticket, please. يبقى هو ايه؟ يبقى هنا بيسأل عن نوع التذكرة. احنا عندنا سنجل او ريتيرن، المحادثة دي كانت محادثة واخدينها في الابتدائي، يبقى سنجل يعني تذكرة ذهاب فقط، او ريتيرن تذكرة ذهاب ايه؟ وعودة. قال له ايه؟ A return ticket please، تذكرة ذهاب وعودة من فضلك. I'm coming back from Luxor on Tuesday، انا هرجع من الاقصر يوم الثلاث. قال له That's 100 LE، ثمنها 100 جنيه. When will the next train leave؟ ان القطار التالي هيغادر امتى؟ قال له the train leaves from platform 4. طب يبقى هنا الميعاد يبقى it leaves at 5 p.m. طب the train leaves from platform 4، هيغادر من المنصة رقم 4. تمام، فهنا which platform does the train leave from؟ من اي بلاتفورم، من اي منصة القطار هيغادر منها؟ which platform does the train leave from؟ يبقى كده the train leaves from platform 4. هنا يبقى thank you، شكرا، او thanks، thank you. تمام، two read and complete the text with words from the following list: view، play، study، go، going، entrance. view اللي هو منظر، play يلعب، study يدرس، go او going اللي يذهب، فعل يذهب، entrance المدخل، new العلمين city، مدينة العلمين، is to be beautiful، is going، عشان هي لسه بتتبني، going to be beautiful، تبقى جميلة، modern city، و مدينة جميلة وحديثة، with apartments، مع شقق، hotels، فنادق، restaurant، مطاعم، and parks، و حدائق، منتزهات. There will be three universities، هيكون في ثلاث جامعات، so it will be a great place to study، يكون مكان جيد للدراسة، مكان عظيم للدراسة، study، يبقى عندي كده going one، study two. At the of the city there will be two big towers، هيكون في برجين كبار، يبقى at the entrance في مدخل المدينة هيكون في برجين كبار، entrance called the great towers، هيلقب عليها ايه؟ بوابة الأبراج. There will be 170 meters tall and have a great view، طولهم 170 متر، ويكون ايه؟ بيطل له منظر جميل. I'd like to live there one day، احب اعيش هناك في يوم من الايام. بعد كده view number 4. اوكي، بعد كده عندي المسج، read the following passage then answer the question. One day، في يوم من الايام، two friends were walking through a forest، اثنين من الأصدقاء كانوا بيمشوا عبر الغابة. When a lion ran after them، لما في أسد جري وراهم.
One of them rushed to the nearest tree. واحد منهم أسرع لأقرب شجرة and climbed it وتسلقها. As fast as he could. على قدر إيه؟ الإمكان. He forgot his friend. ونسي صديقه. He thought only of himself. هو فكر بس إيه في نفسه. His friend threw himself to the ground and pretended that he was dead. صديقه اترمى على الأرض وهو إيه؟ ادعى إن هو إيه؟ ميت. When the lion came close to him, لما الأسد قرب منه, he laid very still. هو فضل إيه؟ ثابت تمام على الأرض and didn't move, ما اتحركش. The lion smelled him and touched his ear. الأسد شمه ولمس ودانه. Then it went away, بعد كده مشي. The boy who was under the tree waited for a little, then he called the friend who was still on the tree. تمام. الولد اللي هو كان نايم تحت الشجرة وعامل نفسه ميت, فضل شوية بعد كده ايه, نده صديقه اللي فوق الشجرة. It's all right now. تمام, كل حاجة تمام دلوقتي. The lion has had gone. الأسد مشي. You can come down. ممكن ايه تنزل. His frightened friend, صديقه الخائف, came down and said, نزل من على الشجرة وقال, The lion puts its nose very close to your ears. الأسد حطه مناخيره قريب جدا من ودانك. What did it say? هو قال ايه؟ His friend laughed a lot and said, It told me to look for another friend. هو قال لي, صديقه ضحك وقال لي ان انا ابص ايه, ان انا ابحث عن صديق اخر. Because a friend who runs away, لان الصديق اللي بيجري, when there is danger, من الخطر, isn't a real friend, ما بيكونش صديق حقيقي. The second friend wasn't a real one. ما كانش صديق ايه حقيقي. The best title for the passage is, افضل عنوان للقطعة هي friendship, الصداقة. The underlined word still means without moving, بدون حركة. What happened when the two friends were walking? ايه اللي حصل لما الصديقين كانوا ماشيين في الغابة؟ A lion ran after them. في أسد جري ايه وراه. Where did the second friend come down? When did the second friend come down? الصديق التاني دوت نزل امتى؟ When the lion went away and his friend called him. لما الأسد مشي وصديقه نده. When the lion went away and his friend called him. Summarize the text in two sentences. لخص الباراجراف أو التكست في جملتين. يبقى friendship is the best thing in life. الصداقة هي أفضل شيء فين في الحياة. And two friend, the true friend, الصديق الحقيقي, is the best, is the person who helps you where they're in danger. Is the person, هو الشخص اللي بيساعدك where they're danger, لما يكون في ايه خطر. Okay, choose the correct answer from A, B, C or D. Is when an area becomes a desert, لما منطقة تصبح صحراء يبقى desertification, التصحر. Our teacher helps us to solve the problem, المدرس ساعدنا ان احنا نحل المشكلة بتاعتنا. The noun from solve is, تمام, الاسم من كلمة solve هي solution, الحل. We add the prefix, بنحط البادئة, to give the opposite of agree, يبقى disagree, عشان نحصل على عكس كلمة agree تبقى disagree, موافق تبقى غير موافق. B. Number 4.
we add the suffix إن هي to the verb advertise to change it into a noun تبقى advertisement الإعلان والإعلانات. When something is ancient لما الشيء يكون قديم it's very old تبقى قديم جدا كبير. Did can give the opposite meaning of did ممكن اللي هو تدي المعنى اللي هو العكس ليها اللي هي alive did عكسها ايه alive. If حمدي او السؤال ماشي complete the sentences with the correct form of the words from او in brackets سأكمل باستخدام أكمل الجمل باستخدام الفعل الصحيح من الكلمات أو الشكل الصحيح من الكلمات الموجودة بين الأقواس. If حمدي keeps practicing keeps ing practicing حتى الفعل ing football he will be fit لو فضل يتمرن أو يمارس كرة القدم هيبقى إيه لائق بدنيا. طارق has a headache عنده صداع because he has been watching television for too long فاطمة had never heard Italian ما سمعتش إيطالي قبل كده had before she went to Rome قبل ما تذهب لإيه لروم أنا had ماضي بس ماضي تام ناحية تانية ماضي بسيط. What have you enjoyed most about David enjoyed ing these lessons or the lessons studying by حصل yesterday هنا مبني المجهول بيقول ان الدروس ديت درست بوست دوت حسب امبارح يبقى هنا جمع وهنا يستر دي ماضي تبقى وير ستاديد باي حسن يستر دي. بعد كده بيقول لك ريفيو باراجراف ريفيو اوف ذا بروبلم اوف كلايمت تشينج نقد عن التغير المناخي كلايمت تشينج ماشي. طيب احنا ممكن نكتب كده مع بعض climate change يبقى our planet is getting hotter and our weather is changing. There are more droughts floods and forest fires. Climate change is one of the main reasons for this. Climate change is caused by greenhouse gases. These gases are made بتتكون أو بتحصل when we burn
fossil fuels when we burn fossil fuels. So we need to use cleaner renewable energy. محتاجين نستخدم طاقة جديدة نظيفة. طيب متجددة نظيفة. طيب هنا بيقول لك احنا قلنا كتبنا ايه؟ Our planet is getting hotter and our weather is changing. ان الكوكب بتاعنا بيكون اكثر سخونة او حرارة، بيبقى الجو حر اكتر والمناخ بتاعنا بيتغير. There are more droughts، جفاف اكتر، floods، فيضانات، and forest fire، وحرائق الغابات. Climate change is one of the main reasons for this. التغير المناخي هو أحد الأسباب الرئيسية للي بيحصل ده. Climate change is caused by greenhouse gases. هو بيحصل اللي هو التغير المناخي بيحصل بسبب الغازات الدفيئة، تمام؟ These gases are made when we burn fossil fuels. بتطلع لما بنحرق الوقود الحفري. So we need to use cleaner renewable energy. عشان كده احنا محتاجين نستخدم طاقة متجددة نظيفة، تمام؟ وبكده طلاب الأعزاء نكون انتهينا من موديل تيست 5، تمام؟ كتبناه كله، حليناه وكتبنا الباراجراف. طبعا الباراجراف ده ممكن تزود عليه كتير جدا. أتمنى طلاب الأعزاء إن أنتم تكونوا استفدتوا من الفيديو. أتمنى إن احنا نراجع كويس جدا، نذاكر المنهج بتاعنا كويس جدا. زي ما قلنا حل الامتحانات دي أفضل طريقة عشان خاطر تراجع بيها وتلم بيها المنهج كله، تمام؟ شكرا لكم طلاب الاعزاء، استنونا في الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.